أبطأ وقت هو الوقت اللي بتبقى باصص فيه للساعة. ده كان أول يوم اتقابلنا فيه. أيمن ماي، ياريت الواحد كان بيعرف إيه اللي بيخليه يتشد الناس معينة. وهي دي الحكاية الأولانية، مشكلة الملادمين الفوائل. أعرفك بنفسي، ياسر محمد محمد سلمان. أنا آسف. الحمد لله إن إحنا اطمننا عليك. أنا متأكد إنك هتحبيني زي ما أنا أحبك. ستوب هيكس دي بطل. أنت مش متخيل أخ مدمن بيخليه البيت عامل إزاي. وأنا كمان والله، ماي والله أنا بحس إن أنا كل يوم بقرب منك أكتر.